فيديوهات حصرية من المستشفى، دكتورة خلود تكشف خضوعها لعملية جراحية جديدة استمرت 8 ساعات. كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن آخر تطورات حالتها الصحية عقب إجرائها عملية جراحية لم تصرح بنوعها إذا ما كانت عملية تجميل جديدة أو بسبب مرض معين، لكنها كشفت أنها استمرت لمدة 8 ساعات متواصلة. ونشرت الدكتورة خلود عبر حسابها على إنستغرام صورة تظهر فيها عقب خروجها من غرفة العمليات ومن حولها أطفالها، وعلقت على الصورة التي أحدثت ضجة على السوشيال ميديا قائلة: أطمنكم اليوم أفضل، الألم فظيع والعملية أخذت أكثر من 8 ساعات، وايد تعبت بس لما شفت أولادي حولي خف الألم. ووجهت الشكر لكل من يسأل عن صحتها. واي أخي ماما ماما Thank you. وكانت الفاشينيستا الكويتية أعلنت خلال الساعات الماضية عبر حسابها الخاص على سناب شات خضوعها لعملية جراحية، واكتفت بنشر صورة ليدها وبها أنبوب المحلول الوريدي، فيما لم تظهر وجهها، ما أثار حيرة وقلق متابعيها حول حالتها الصحية وماهية العملية التي خضعت لها. وانتشرت التساؤلات بينما إذا كانت العملية عملية تجميل جديدة أم بسبب مرض معين أصيبت به خلود.